الأرباح لما نتسل على سوق الأرباح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أعزائي المشاهدين أينما كنتم من المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج والوطن العربي ومن كافة أنحاء العالم عبر شاشتكم، شاشة قناة الواقع الفضائية، في اليوم 89 من هذا البرنامج في نسخة البزنس 3. الحقيقة الحديث ربما يطول، ولكن يعني الشعور قد يكون مختلف اليوم، وأنا قادم من جيزان. يعني راودتني كذا فكرة، راودني كذا شعور، راودتني كذا ذكريات بشكل عام. حينما تنظر إلى كبير السن وهو ذاهب إلى صلاة الفجر، حينما تجلس معه تسمع منه ما عاشوه في قديم الزمان وفي وقتهم بشكل عام، حينما تنظر إلى حديثه مع أصحابه، حينما تنظر إلى أخوياه، حينما تنظر إلى تجاعيد وجهه بشكل عام، تقول ليتني كنت في زمانكم. اليوم بشكل عام وأصل وإياكم إلى رقم 13 من فقرة البورصة، يعني 13 حلقة قدمناها في هذا الوقت، وكأن يعني وكأن الحلقة الأولى من برنامج البورصة كانت بالأمس. الأيام تمشي سريعا، هكذا حال الدنيا. ولكن الأهم من ذلك أن تترك أثراً طيباً في نفسك أولاً، ودائماً أردد ذلك، وفي نفوس الآخرين. اليوم عشنا 89 يوم، وخلال الأيام القادمة ستكون أيام بسيطة نختم وإياكم فيها هذه النسخة بحلوها ومرها ومواقفها وإبداعها ووقفة رجالها. 24 متسابق الحقيقة قدموا ما بوسعهم، مرت يعني ظروف كثيرة في هذا البرنامج، ليست ظروف سيئة بالنسبة لهم لا، إنما هي ذكريات سيتذكرونها حينما يصل من يسكن بالجنوب، وحينما يصل من يسكن بالغرب، حينما يسكن من بالشرق وبالوسط وأيضا بالشمال. فالحقيقة عادة في كل برنامج وفي كل فقرة يعني أقدمها أن يكون هناك ختام مختلف بالنسبة لعرض مقطع لهذا البرنامج، أو تكون هناك وجبة عشاء. الحقيقة اليوم وجدت أن يعني لو اليوم ختمت بعد الفقرة وقلنا يلا هذه الوجبة العشاء، ممكن أكون مقصر جداً، وأنا يعني رقم 25 بين هؤلاء المتسابقين اللي قضوا جل وقتهم لإسعاد الجمهور، ورأيت ما قدموه في هذا البرنامج. فحقيقة يعني وجدت الفرصة أن تكون خلال الأيام القادمة وبعد رجوع واكتمال هذا النصاب وهذا هؤلاء النجوم،
أن تكون إن شاء الله هناك يعني لقاء مفتوح يجمعني بهم إن شاء الله، وتكون كرامة مني وكرامة لهم بلا شك لخلال الأسبوع القادم بعد أن يكتمل 24 إن شاء الله كعشاء خاص يجمعني بهم إن كان على الهواء أو تحت الهواء إن شاء الله. وأنتم تستاهلون كل خير. فاليوم حاولت أني أبعد شوي عن الكلمات والمشاعر، نأجلها إلى الختام حتى لا يكون اليوم فقرة البورصة لأن فيها اليوم كيف؟ فالحقيقة يمكن أني أجلس مع نفسي كثيراً، حتى قلتها للشباب في رحلة عمان يمكن سنبت بها اليوم. يعني أمر أنا كعبد الرحمن أسوأ مراحل أيامي، ليس لي يعني لفقدان هؤلاء، لا، إن أنا إن شاء الله بشوف نجاحاتهم في كل مكان، إن كان على شاشة قناة الواقع الفضائي أو في بحر الإعلام بشكل عام. ولكن أن تصل إلى يوم التتويج، وهذا الكلام أمانة يعني كل ما قلته تحس في خاطري كثير، أن نصل إلى يوم الختام يتوجون هؤلاء النجوم 24 متسابق بالختام بشكل عام لبرنامج البيزنس 3، أروح أنام أصحى أشوف كل واحد رايح لبيته يبارك مع أهله، وأنا مشغل سيارتي وجاي أداوم هنا أبي أدور واحد منهم ما حصله. فهذا اليوم اللي جالس أفكر فيه، ولكن إن شاء الله حيكون يعني نجاح مختلف بالنسبة لهؤلاء النجوم اللي قضينا معهم إن شاء الله أيام جميلة بإذن الله. ممكن طولت عليكم، أخذت المشاعر الختام من بدري، ولكن ممكن أن الكلام خلال أيام القادمة ما يسعفني أقوله، فكانت في الخاطر ولعلها إن شاء الله تصل من القلب إلى القلب. بيض الله وجيهكم، وآسف أني طولت عليكم بالكلام، أنت وسلاحك ذا. طيب نتوكل على الله في فقرة البورصة وكالعادة أمسية شعرية؟ طيب اليوم عاد الختامية، حتى الطاولة تغيرت، اختربت الإضاءة، ولا أنتم جاهزين حق الأمسية؟ يلا يلا تفضلوا، يلا تفضل، سوينا تشكيلة، يلا أقولها بس. وما هذا يقول بيت سلطان، وسلطان يقول بيت لي وكذا، وأنا بس أنا ترى يعني اسمحوا لي أنا ما أبي بيت، أبي شقة، فهمتوها؟ أنا أقول يزين هالصاحب على الصاحب يموت، ويشيلها ترسيم عقب الموالى. الله بس طالب ديوان. أنا أقول إذا على الشكل، إذا على الشعر، لا إذا على الشكل عندي واجد المعجبين، وإذا على الشعر ما عندي ولا معجب. لا لا غير صحيح. لا حتى البيت صح. أسعد رفيقك، أسعد رفيقك في الحياة الهنية. أي الدنيا. أسعد رفيقك في الحياة الدنيا. سعادته في الآخرة عند وليه. أنا أقعد؟ صح الله لسانك. ولا نروح؟ لا لازم نطلع. يلا يعطيكم العافية. والله هني جنبك والله. طيب هل في أحد ناقص من الشباب؟ شوف شلونك أنا أستحمل. طيب يلا نتوكل على الله، أعطونا القرعة يا جماعة الخير. أعطونا القرعة، وأول المتسابقين معنا في الحلقة الختامية من فقرة البورصة وقف. مرحبا يا نواف بن فرزان. دار علي بس. وقف. مرحبا يا سلطان مردويحس. وقف. مرحبا يا أنس الميموني. والله ما حد يقول، والله ما كان تقول معزه بكره تحبتي تضحك على خويا. يلا نتوكل على الله و نشوف الاسئله اليوم في الاقتصاد والتجارة والرياضة والثقافة والإعلام. نبدأ مع نواف بن فرزان.
الحبيب عبد الله أعطني اقتصاد وتجارة. اقتصاد وتجارة، السؤال في الاقتصاد والتجارة يقول 30 ثانية معاك، 400 نقطة في حال جاوبت صح بالإضافة إلى الأقفال. يلا السؤال يقول، السؤال هذا على الجرح، تمتاز منطقة جازان بزراعة المانجو وتنتج سنوياً ما يقارب 70,000 طن، 50,000 طن، 45,000 طن. تمتاز منطقة جازان وجاي منها، بس ما أدري كلت مانجا ولا بس ما خلينا مانجا، بزراعة المانجو وتنتج سنوياً ما يقارب 70,000 طن، 50,000 طن، 45,000 طن. آه يا هالجزاء ما علموني هذا السؤال، تكفى. 70,000 معك الوقت. 50,000. 50,000، عطونا 50,000. 50,000 هذه إجابة نواف بن فرزان كانت للأسف خاطئة، وهي 70,000 طن. عطونا الأقفال. عطونا الأقفال، وين بتروح؟ 23. قفل 23 كان يحتوي على إضافة 1,000 نقطة يا فدا يا رجال نواف بن فرزان، وراحت عليك. يلا معوض خير، خلونا نروح إلى عطونا الأقسام. سلطان، ثقافة وإعلام، اقتصاد التجارة أو رياضة؟ رياضة. اليوم فيه فيه قفل، لا شو اسمه، ما اخترته أنا اليوم بما أني في البزنس اقتصاد وتجارة. ما حد مهتم لنا الحمد لله. في الاقتصاد والتجارة السؤال يقول، معاك 30 ثانية، 400 نقطة في حال جوابك بالإضافة إلى الأقفال يا سلطان. طيب شلون أضرب لمبة؟ لمبة ما في، ما في لمبة اليوم. السؤال يقول، إحدى الدول التالية صنفت عام 2023 بالأكثر تصديرا للموز، كولومبيا، الإكوادور، كوستاريكا. هذه أسهل سؤال يا أبو عبد الله. إحدى الدول التالية صنفت عام 2023 بالأكثر تصديرا للموز، كولومبيا، الإكوادور، كوستاريكا. أسهل سؤال مر علي اليوم، عرفت الأسئلة. يلا. يعني الموز، في أحد ما يعرف الموز؟ ما له دخل، إيش دخلنا في أحد؟ إحنا قلنا لك كراهية يا حبيبي. إيه في كوستاريكا. ها؟ كوستاريكا. كوستاريكا، كوستاريكا هي إجابة سلطان بن جويحس. هو يقول في أحد ما يعرف الموز؟ احنا كلنا نعرف الموز واكلنا الموز، لكن انت تعرف الموز بس؟ ترى الموز انواع يا سلطان. ايه الموز الكبير الطلح وذا شو اسمه؟ كيف؟ الموز الكبير والموز الصغير. الاكوادور. الاجابه كانت خاطئه للاسف، وهي الاكوادور. في احد يعرف الاجابه؟ قال ما حد يعرف الجو الصح الموز. الموز يلا اعطونا الاقفال يا جماعه الخير، خلونا نشوف الاقفال مع بعض. صديقي رقم واحد، من واحد إلى 30 أعطونا الأقفال. أنا اليوم ما أخذ إلا واحد، هيها واحد واحد الأول أعطونا واحد. نقاط اللي قبلك للي بعدك، ما تسوي يعني واحد. نقاط نواف ربما تروح لأنس، ولكن ما جاوبت صح. ما بك خير، ما عمك بعدني. يلا أعطونا الخيارات اللي أنس الميمون، اقتصاد تجارة، رياضة، ثقافة وإعلام. يا أنس أعطني ثقافة وإعلام يا أبو، ثقافة وإعلام. السؤال يقول في الثقافة والإعلام، السؤال في الثقافة والإعلام. سؤال واحد يقول، في أي عام تم تأسست وكالة الأنباء السعودية التي يرمز لها بواس؟ 1964، 1971، 1970. في أي عام تأسست وكالة الأنباء السعودية التي يرمز لها بواس؟ 1964، 1971، 1970. 71 يا ابو عبد، 71 ثبت. 71 اليوم ربما تكون الاجواء مختلفه عليهم في الاجابات، كلهم خطا واجابه انس كانت خاطئه، وهي 1970 يا انس الميموني ومعوض خير. وعطونا الاقفال. 30 30 قفل 30 يحتوي على خصم 1000 نقطه يا انس. لو مجاوب صح انخصم عليك 1000 نقطة يا أنس. يلا معوض خير. ها؟ ما في لمبة. في سؤال حظ. 30 30. يلا أعطونا سؤال حظ يا جماعة الخير. سؤال حظ. لمبة. وعبد الله خلص لك كذا واللي. أرفع سؤال الحظ، طبعا ترفع يدك ها؟ لا لا كذا كذا. عبد الله شوف.
دقائق بس دقائق. اللي خبط الاول يلا خبط الاول. اخبط اخبط. كيف؟ اللي خبط الاول. ها خبطنا سوالف. لا لا ما في اللي خبط اول، اللي يرفع ايده اول. ها انا بسوي. لا 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 هذه خطا. انا اسمع اصلا. يلا شباب رفع اليد. ها يلا سؤال الحظ. يلا اعطونا سؤال الحظ يا جماعه الخير. هنا هنا عشان نشوف اول واحد يرفع ايده. رجل سكوي ديني ابو عبد الله. يلا سؤال الحظ يقول ما هي اللغة الأقل حروفا في العالم؟ يلا سلطان لغة أهل هاواي 8 حروف. يلا جاوب ما راح أكمل. أقول أنت قل لي. يلا لغة البشو 10 حروف، لغة روتكاس 11 حرف. بسرعة بسرعة. لغة أهل الهاوي. إيش؟ أهل الهاوي 8 حروف. لغة أهل هاواي 8 حروف وكانت الإجابة خطأ وخصموا عليه 800. قهرتكم يا ريت ان شاء الله ما حد يشوف الحلقه من هذا. يلا اعطونا القرعه يا جماعه الخير. القرعه وقف. مرحبا يا مناحي الاسلمي. وقف. مرحبا يا محمد بن بندر. وقف. سلام عليك. مرحبا يا محمد المسردي. اهلا بشبيب. هلا 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 بعد روحي. هلا يا بعد روحي. يلا نقول من ناحية الاسم عبد الحميد الحمد لله على السلامة ونورت. انا سافرت وانت رجعت. وانا سافرت وانت. الله يسلمك ويطول بعمرك واشكرك على هذا الترحيب المخصوص. يا حبيبي تستاهل. نتوكل على الله شباب. توكل على الله. نلتزم شوي قليلا من الصمت. نلتزم قليلا من الصمت. من الصمت. صمت صمت سكوت سكوت سكوت. يلا. كيف؟ الصمت حكمة وفي أي أحيانا إيش؟ الصمت في بعض الأحيان حكمة ومهابة صح؟ في كده؟ نعم. يلا بسرعة برجود. يلا عطونا الاقتصاد والتجارة ثقافة وإعلام رياضة يا مناحي. عطني ثقافة وإعلام. شطة ولا بدون؟ ثقافة وإعلام. السؤال في الثقافة والإعلام يقول السؤال معك 30 ثانية 400 نقطة في حاجة جواب في الأقفال. من هو القائد المغولي الذي قتل في عين جالوت؟ بهادر شاه، كتبغى، جاهانكير. معك 30 ثانية يا مناحي فكر. من هو القائد المغولي الذي قتل في عين جالوت؟ من هو القائد المغولي الذي قتل في عين جالوت؟ بهادر شاه، كتبغى، جاهانكير. صح ما ياخذ من رايك. ما تعرف. عطني جهات كير. عطني كاتشب ولا بدون؟ انت ايش تبي؟ ايش تحب؟ يلا كاتشب تاكل. جهات كير قال جهانكير. انا اللي ما لحقت. يلا قال جهانكير في اخر الوقت. استاهل 400 نقطه بدون جواب. يلا يلا اعطونا جهانكير. كانت الاجابه لمناحي في الوقت الاخير خاطئه. أحسن. وهي كتبغى. يلا انتوا تعرفون ابو سلمة متفقين؟ حسيت انكم متفقين ماذا تجاوبون؟ لا حول لا اعوذ بالله. والله اخي انت لو انك قايل لي بعين جالوت يمكن اقول لك. عين جالوت قائد المسلمين. عين جالوت. اي يلا اعطونا الاقفال جماعه الخير. يقول لك قائد المقول ما قال قائد المقول. المغول. من هو القائد المغولي الذي قتل في عين جالوت؟ اختار. يلا اعطونا الاقفال. عطني 13. 13 كان يحتوي على دبل نقاطك 6 مرات يا مناحي. اوه دبلها وخصمها 8 مرات. يعني صارت يمكن 2600 تقريبا. يلا عطل او 3600. اسالني بالرياضيات. 400 400 400 400 400 2600 كانت تقريبا او 2400. يلا ومعوض خير. ونروح محمد بندر. اقتصاد تجاره ثقافه واعلام رياضه. ثقافه واعلام. ثقافه واعلام. السؤال في الثقافه والاعلام يقول معاك 30 ثانيه 400 نقطه في حال جاوبت مع الأقفال. السؤال يقول من هما المرأتان
اللتان جعلهما الله مثالا للكفر، أم جميل وزوجة لوط، أم جميل وزوجة نوح، زوجة لوط وزوجة نوح. زوجة لوط في الموضوع بس ما أدري من هما المرأتان اللتان جعلهما الله مثالا للكفر، أم جميل وزوجة لوط، أم جميل وزوجة نوح، زوجة لوط وزوجة نوح. الأخيرة الأخيرة اللي يسار ذي زوجة لوط وزوجة نوح. أرميها بس بسعدك ثبت. بعد ما رميت كانت الإجابة صحيحة. يلا تستاهل 400 نقطة تضاف إلى رصيد محمد بن عفان. هنا الأقفال، يلا الأقفال معاك. بسم الله 20 20 قفل رقم 20 يحتوي على خصم 80,000. افتح قفلين. حلو أن جاتك قبل صح؟ حلو الأسبوع الماضي جاتك ثلاثة. ثلاثة الحين نقصوها. يلا افتح قفلين. عطني 22 22 افتحوا لنا 22 اخصم على 5 من 2000 يا محمد بندر. عندي وعند طيب دقيقة القفل الثاني. لا الحين ما نقدر نفتح القفل. عندهم شيكات ما نقدر نفتح. 2000 اي اخصم 2000 على 5. حط حقين الشيك. لا والله ماني خاصم. كل واحد يخصم عليه 2000 يعني 2000 2000 2000. لا والله ماني خاصم. عطني قفل الثاني. لا اصبر الان قبل نفتح القفل الثاني. ما تبي تخصم؟ ايه؟ تتحمل 5000. تحمل ابو بندر. تحملها. راح بس ولدين هيبي شوي رجال. ها ولد شيك يا مسلم. اخصم قرار نهائي. 5 صح ولا مجنون؟ والباقيين شوف الحورهم. لا على الخصم. اخصم يلا القرار. لا والله ما تعوضون. القرار اتخذ محمد بندر. بتغير؟ اخصم يلا خلاص. محمد بندر اتخذ قرارنا يخصم عليه 5 على النهائي. لا يجي لا تجيب. ثلاثة عندهم شكاوى. شنو وين ثلاثة؟ اثنين وين ثلاثة؟ يلا عطونا الحين القفل الثاني. القفل الثاني محمد بندر. عطنا الرقم يا محمد. افتح اقفالنا. طيب عطونا الاقفال. عطنا 21 كم؟ 21 كم؟ 21. عطلي 5000 من الإدارة. شنو؟ عطلي 5 أشخاص كل واحد 1000 من الإدارة. منو اللي يبون خاصم أولا؟ عطل محمد المسردي 1000. محمد المسردي زيادة هذه. كيف؟ هذه زيادة ولا شنو؟ لا شنو لا؟ شلون لا؟ يلا لا هم يسألوني هل يقدر يختار نفسه؟ قلت لا. هذه زيادة؟ اي 1000. 1000 توفي رصيده. عط محمد 1000. محمد المسردي عط ناحي جنبي. ايش؟ ناحي جنبي. ناحي 1000. عط وازع. وازع 1000. نبي الربع من نقاطه ماشي. عط أنس. أنس ايه سلطان. جحر. باقي واحد. وسلطان. يلا محمد المسردي مناحي وازع أنس سلطان. عطلي 5000 من الإدارة. يعني معناتها كذا أعطى محمد المسردي ومناحي وازع أنس وسلطان تضاف إلى رصيدتهم 1000 نقطة. يخصم على محمد بندر 5000. طبعا 5000 عنده 400 يعني بيصير مجموع الخصم 4600. يلا معوض خير يا أبو بندر. معوض خير حبيبي. يلا نروح إلى محمد المسردي. ثقافة وإعلام. صوت تجارة ثقافة وإعلام. يلا وين رحت؟ ثقافة وإعلام. أستاذ الثقافة والإعلام يقول اجلس يا عليان يا رب إذا تسمح. يعني يلا السؤال في الثقافة والإعلام لمحمد المسردي يقول ما هو المضيق الذي يفصل بين أمريكا وآسيا؟ مضيق ماجلان، مضيق هودسون، مضيق بيرنينج. ما هو المضيق الذي يفصل بين أمريكا وآسيا؟ مضيق ماجلان، مضيق هودسون، مضيق بيرنينج. ماجلان. ثبت ماجلان. مضيق ماجلان هي إجابة محمد المسردي وكانت للأسف خاطئة وهي مضيق بيرنينج. يلا معوض خير يا محمد. يلا عطونا الأقفال لمحمد المسردي. كم اختار؟ خلي تجي خلي نشوف كم اختار. 28 ولا 27 27. يحتمي على احرم 1-12 ساعة من البث. نفس الأسبوع الماضي جاتني أنا اخترت 27 وحرمتك. يلا
من بتحرم الحين لو احرم انا؟ بنحرم تردها له؟ لا بحرم وازع. وازع يلا اوكي. يلا خلونا نروح الى سؤال الحظ. هذه طاعت. يلا سؤال الحظ. خلوكم راكدين، رفع اليد يا جماعه الخير. ها يلا تمام الكاميرا هنا. يلا سؤال الحظ يقول عملة دولة زامبيا هي سيدي، دوبرا، كواشا. ما اعرفها ما اعرفها. شنو سعدك؟ سيدي. سيدي الاجابه كانت للاسف خاطئه وهي كواشا. شنو سعدك؟ يلا يا جماعه الخير بس شوي يعني. يا جماعة إذا أحد عنده إجابة يعني يحتفظ فيها لنفسه عشان ما يصير فيه كلام. بس يلا أعطونا القرعة من جديد. وقف. مرحبا يا محمد الطوالة. طيب اللي بعده مو موجود محمد. يلا أعطونا اللي بعده. يلا وقف 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 وقف. هذا طلع مرة ثانية محمد طوالة. يلا عطونا للمرة الثانية القرعة. يلا لا بعد شوي لا تدقون علينا الحين بعد شوي. يلا وقف. مرحبا يا محمد بن ملحم. وقف. أوه ثلاث مرات يطلع اليوم. يلا وقف مرة ثانية محمد ملحم. وقف. يلا مرحبا يا فارس الحربي. أبشر مع الرحيم. يلا عفوا سم. يلا محمد بن ملحم. شباب محمد بندر فك الميوت. أي يلا اضافه لمحمد بندر. اي خمسه محمد ملحم فك الميوت ولا مشكله في قلنا لا لا اوكي. يلا قلنا لا اخصم على حقين الشيء. يلا محمد طواله الشيكار. جاهز؟ ايه جاهز. يلا اقتصاد تجاره ثقافه واعلام رياضه. اعطني ثقافه. ثقافه واعلام. السؤال في الثقافه والاعلام يقول هو اخر سؤال في هذا القسم. مقللين هالمره دي. اي خمسه 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 حاطين اليوم. اللي معنا يلا الثقافة والإعلام. السؤال يقول ماذا تسمى الحالة التي يصاب فيها مرضى السكري بفقدان الوعي؟ الكوما، الفوما، التروما. ماذا تسمى الحالة التي يصاب فيها مرضى السكري بفقدان الوعي؟ الكوما، الفوما، التروما. الكوما، الفوما، التروما. معك آخر عشر ثواني محمد. الفوما. الفوما اللي في النص. الفوما هي إجابة محمد الطوالة كانت للأسف خاطئة وهي الكوما. يلا عطونا الأقفال. نعطي الفقر حقه. عطنا 11. اصبر اصبر كاني سمعت ارجع قبل الاقفال. كاني ايش؟ ايش قلت؟ ايش؟ تنجح ايش؟ قلت نعطي الفقرة حقك. ايوه صح. يعني كاني صح. انت ايش دخلك انت؟ يلا صح. يا ابو سلطان سلطان هذا تصميم جاني انا وانت. يلا اعطينا الاقفال جماعة الخير. كم؟ عطني ها؟ 11 يحتوي على خصم 2000. افتحوا لنا اياه. ما شفناه، مش على الشاشة موجود. خصم 2000. شفتوه؟ بين ها؟ ايه. يلا خصم انا ما شفته، يلا خصم 2000 شافوه الشباب خلاص، وشافوه المشاهدين. يلا اعطونا سؤال محمد بن ملحم. ثقافة وإعلام. طبعا الثقافة والإعلام انتهى خلاص. ماذا يوجد لديك؟ بس خلونا نشوف الخيارات يا شباب. إذا قفل أي قفل ثقافة وإعلام خلاص.
يلا عندك رياضة ولا اقتصاد تجارة يا محمد؟ عطني أبو عبد الله اقتصاد وتجارة. اقتصاد وتجارة. السؤال يقول برزق ما حسبنا على حساب. السؤال في الاقتصاد والتجارة محمد بن ملحم معك 30 ثانية و400 نقطة في حال جاوبت مع فتح الأقفال. السؤال يقول بلغت مبيعات أجهزة سامسونج ذروتها في عام 2015 2017 2022. حقر فقرك اللي عمي. بلغت مبيعات أجهزة سامسونج ذروتها في عام 2015 2017 2022. يلا يقولوا لك شوف الشاشة الكنترول بسرعة. عطني الإجابة. 2017 2017 2017. العلم عند الله سبحانه. رمي يا محمد ملحم. حذفه يا عبد الله. حذفه. كيف؟ 15 كانت الإجابة. 2017 إجابة صحيحة. يلا عطنا الأقفال محمد ملحم. معك الأقفال سلطان. سلطان كم تبني اختار؟ يلا محمد. لا 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 انتبه من سلطان. يلا محمد سريع اللوحة على الشاشة. قفلوا. ارجع. هذا موجودة شباب عشان ما يعلق الجهاز ويصير فيه بلاك. لازم إذا جات الأقفال على طول تعطونا الاسم. تعطونا الرقم. بصير بخير بقى. يلا الحين جاهز أنت؟ خلنا نشوف. يلا عطونا الأقفال. تفصيل. 17. كم؟ 17 كان فيه اسمح لشخص بالخروج 3 ساعات. من تسمح لمن؟ خوية. ايه جاوب صح. يلا. جاوب صح. مهذل بن مسفر. كفو. مهذل بن مسفر. لا ولا الحماية كانت ذي بالغرم يطلع ابو مسفر. يلا. تمشي الحين؟ بدون فقرة؟ يلا. يلا يا ابو مسفر. قدي يا زحمة. عفوا. يلا ها؟ قدي يا زحمة. يلا. ايه بتروح كلها في قدية. عطونا سؤال فارس. اقتصاد وتجارة او رياضة؟ والله يا ابو عبد الله الرياضة مالي فيها لكن اقتصاد وتجارة. يلا عطونا الاقتصاد والتجارة لفارس. السؤال لفارس معاك 3 ثانية 400 نقطة في حال جاوبت وفتح الاقفال. السؤال يقول تداول شباب بس نسمع السؤال ممكن؟ تداول شباب نسمع السؤال ممكن؟ يا شباب نسمع السؤال ممكن؟ تداول من أبرز البورصات وأسواق تداول الأسهم في دبي، الكويت، الرياض. اسم تداول. إيه لا الكويت لا دبي لا. أنا عارفها تداول فيه. تداول من أبرز البورصات وأسواق تداول الأسهم في دبي. عبد الله صناديق فيها شيء زين. الكويت، الرياض، فيها كل شيء زين إن شاء الله. الرياض. يلا شترك. يلا. لك بهالأمور أنت في الأسهم. جربت؟ كسبت؟ والله ها هو. يعني تعرف أنها بالرياض؟ نعم. الإجابة صح. مبروك. يلا. يلا ب5000. لا عواستر انت بالرشاشة كذا. يلا اعطونا الاقفال. 19 يحتوي على خصم 3000 يا فارس. منين منك ولا من ابى اقول لك. ذكروني ابى اقول لكم معلومه بعد ما ننتهي من الفقره. زين يلا سؤالها شلون هذه؟ كيف شلون نسوي سؤال؟ خلاص اخر الحلقه اختربت باليد. يلا اعطونا سؤال الحظ يا جماعه. ما خليك ابو بندر لحالك. سؤال الحظ يقول ما عليك. يلا شباب هذا سؤال الحظ بس عشان نركز. السؤال يقول شباب اذا احد رفع يده قبل اخلص الاختيارات ترى ما يمديني أكملها. يلا من هو مكتشف جدول الضرب؟ فيثاغورث، باسكال، أديسون. يلا فارس. فيثاغورث. عطونا إياه الإجابة صح. المبروك.
استاهل يا ابو. كم صار الحين؟ 2000 2100 يا حيو 2200 يا حيو. عندك 400 الجواب الصح. 400 وحين خذ 800 1200 صارت 1008 الخصم. ديسكاون. الان باقي اربعه. 2-2 يا شباب القرعه. 2-2 يلا. باقي خمس اشخاص. ما الخمس باقي خمسه. ثلاثه واثنين. اي باقي خمسه. يلا وقف. مرحبا يا مهذل بن مسفر. وقف. رجع مره ثانيه مهذل بن مسفر. وقف. مرحبا يا علي الشمراني. وقف مرة ثانية. علي الشمراني. وقف مرة ثانية مهذل. يلا وقف. مرحبا يا عبد العزيز المسفري. شوفوا سوى الحظ والله يا ما تمر عليك. يعني الحين خير اللي باقي بعد هذيل اسمه سلتته و... يلا اعطونا ال اعطونا الخيارات. يلا مهذل اقتصاد وتجاره او رياضه؟ الرياضه ما اعطيت حقها. الرياضه ما في ولا سؤال اليوم ما حد اخذ. يلا سؤال الرياضه لمهذل بن مسفر. السؤال يقول اقرب حولي ما ادري ايش اقربها. سميت سميت ما هو اقل وزن في الملاكمه؟ وزن الذبابه، وزن الريشه، وزن الديك. ايش ما هو اقل وزن في الملاكمه؟ وزن الذبابه، وزن الريشه، وزن الديك. وش دخل في الرياضه؟ وزن الديك. وزن الديك. اعطونا وزن الديك. صحيح صحيح متاكد 100% صحيحه. الاجابه كانت خاطئه للاسف هي وزن الذبابه. يا حتى الذبابه عوض يا ابو مسلم. اعطونا الاقفال. هلا صاحبي تقبع ترى وضعي. دقيقه بس القفل يا مهذل. خير امور وسط. اثنين اثنين. يلا نقاط الثاني بالمسابقه لك. من اللي كان الثاني؟ ما ورق خير. والله ما اي ورق خير. تفضل. مايكك ميوت لا يسمعونك الجمهور ولا اسمعك انا. يا ابو عبد الله ما نسمح له يشارك. شين وجهك بس. اي شين وجهك. ما نسمح له يشارك معنا ونزلنا. اسكت. اقول يا رب عندك صندوق حرمان ثلاث ساعات اللي يطلع ما يروح. هذا يقولها من محبه. هذه اذا جات المهذل ابدبلها ثلاث ساعات يطلع ست ساعات. هو اللي يقولها من محبه ما يبين يروح وخليه. يلا عطونا السؤال لعلي الشمراني. رياضه. رياضه. يلا السؤال في الرياضه يقول لعلي الشمراني. السؤال يقول كم مرة حصلت إيطاليا على كأس العالم؟ مرة واحدة، أربع مرات، ثلاث مرات. أربع مرات. يا ليل رشاشك ذا اللي يزعج الكنترول وازعجنا. يلا أربع. أربع مرات. ثبت أربع مرات. متأكد؟ نعم نعم إن شاء الله. أنا متأكد. متأكد أنت صح؟ نعم. أنت مع السبحة الزرقاء ذي. انت ايش اللقب اللي اطلقناه عليك من ضمن البورصه؟ اتحداك يلا تذكر. ايش هو؟ اطلقنا لقب عليك هو بطل يطلق عليه في ايه اطلع اذكر بطل في اسبانيا. ايش هو احد يعرف يا شباب؟ ايه يطلق على الاسطوره في اسبانيا. اصلا في كا وفي شا في شار. هذا في اذا رحت تتابع فيلم لو شو البشي تيشي البشي تيشي.
عرفت اتذكر يا راشد صح؟ البي جي تي يلا البي جي تي جي الإجابة علي شراني كانت صح. يلا تستاهل اعطونا الاقفال يا جماعة الخير. الله يحسن عاقبتك في الامور كلها. 26 26 يحتوي على اضافة 2000. احيانا انا ابغى 26 الحظ يعود مجددا لعلي. تستاهل يا علي. مبروك علي. بدأ مسيرته في البورصة بجمع النقاط ثم تدهورت حالته في البورصة إلى خصومات ثم عاد في الختام وأخذ 2000. تستاهل يا علي. مساء الطيب أبو عبد العزيز. مبروك يا علي. الطيب عبد العزيز المسفري رياضة تحياتي. تحيات المطر ويؤسفني يا أبو عبد الله والله أنا آخر حلقة يؤسفني. إيه صراحة نحن حزينين جدا إن نحن بدأنا على الخط النهائي في البرنامج وكلهم بيروح ديرته. والله العظيم اني كل ما اتذكر اني اشتحني والله فرقاكم وفرق القناه لكن ان شاء الله بس لنا صولات وجولات بعدين نطلع بسافر نروح لكن ما جمعه ما هي برجعت مثل اول كلها. صحيح اي والله. عطنا رياضه. السؤال في الرياضه يقول لعبد العزيز مسافري ممكن يعني شوي الصوت شباب صوت شباب صوت السؤال بس الرشاش محمد اعطونا السؤال. من هو هداف كأس العالم 2014 بالبرازيل؟ ليونيل ميسي توماس مولر جيمس رودريغيز. خليك مركز. من هداف كأس العالم 2014 بالبرازيل؟ توموس توماس مولر ألماني. ثبت هو وشو برازيلي ولا وشو بالبرازيل؟ ترى ما قلت لكم ثبتوا بس إذا بيغير بيغير. ها يلا توماس. ها توماس يلا ثبت توماس. كانت الإجابة بعد التثبيت للأسف خاطئة وهي جيمس رودريغيز. كيف طبعا مولر جيمس رودريغيز وشو اللي ثبتها كذا بالصدر شاتا. يلا 2000 يعني معلومة ممكن يعني قد تستفيدون منها ولا في 2014 أنا أذكر المباريات كانت في الفجر صح؟ نعم الصباح كنا نسهر. في 2014 كان هو أول برنامج قدمته على قناة الواقع الفضائية في 2014 في رمضان. كان برنامج مسابقات دحوم. كان اسمه مسابقات دحوم هو أول برنامج تلفزيوني. كان ذاك عمري الوقت يمكن 17 18 سنة. يلا أعطونا الأقفال. ثمانية. كم؟ ثمانية. ثمانية ثمانية كان في إضافة 2000 راحت عليك يا عزوز مسفر. يلا يعلها بدا سؤال الحظ. يلا شباب سؤال الحظ بس ناش لازم الصمت شوي. سؤال الحظ. عفوا ما هو الاسم القديم للصين؟ تشاين كاثي اتنيكن. والله ما اعرف ما اعرف ايدي. يلا تشاين كاثي تنكين. عفوا يلا تشاين تشاين. ها ثبت تشاين لمهدل. كانت الاجابه خطا وهي كاثي. هذا حاط تنكين على وزن بكين. يلا معوض خير يا مهدل. أعطونا ما في أقفال. بس عشان نشوف الترتيب عشان نشوف الترتيب بس وقف. يلا وزع أول. يا مرحبا وسهلا بنفسي. بعد عليان يلا عد عد أقعدها. إيه حاطهم الواحد ليش؟ لا أول واحد وازع يعني أنت اللي تروح منك. أول واحد لا أول واحد منك عشان نبدأ. يلا الله بالخير. يلا في الرياضة واقتصاد وتجارة. أنا أي اقتصاد وتجارة. يلا اقتصاد وتجارة هو آخر سؤال. أبوي اقتصاد وتجارة. السؤال في الاقتصاد والتجارة اللي وازع سب. أين
أين تم إنشاء أول بورصة للتجارة وبدأ العمل فيها في عام 1848؟ بورصة شياغو بنيويورك، بورصة لندن، بورصة باريس. أين تم إنشاء أول بورصة للتجارة وبدأ العمل فيها في عام 1848؟ بورصة شياغو بنيويورك، بورصة لندن، بورصة باريس. عطنا حقة نيويورك. نيويورك، بورصة شيكاغو. شيكاغو بنيويورك، والرمية كانت صحيحة. الله يسعدكم يا ربي، الله يسعدكم. يلا وازع. يلا ابو عبد الله. حطوا لنا الاقفال. وكأنه يقول لماذا جاوبت صح. سريع. سبعة. سبعة يحتوي على، خذ من سبعة 500 وعطها لشخصين. أنحق صبها. صبر 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 دقيقة بس خليكم مركزين دقيقة. صبر أبو عبد الله، أخذ من سبعة. أي من 500. أول واحد عليان. أول شيء دقيقة بس، عليان 500 ومحمد المسردي. محمد المسردي 500، ومحمد الطوالة. محمد الطوالة 500، وأنس الميموني. أنس 500، وعلي شمراني. علي 500، وعبد العزيز المسفري. المسفري 500. والله كم باقي؟ واحد. باقي واحد. مناحي. مناحي الاسم. مناحي تاخذ منه ايه 500. الحين معاك المجموع 3500. حلو. كم قسمته كيفك؟ قسمته 1750 بس. انا مو شرط، ما انت اسمع، ما انت مجبور تقسمها طبعا. طيب لا، لشخصين لازم. ايه نقسمها فارس ومحمد بندر. فارس بندر عطب وبندر كلها ما تجي. لا لا تجي. ها طيب عط محمد بندر 3000 كم يبقى؟ 500. عطها فارس. خلاص يلا 3000. عشت بيرا وجيكم، بيرا وجيكم. يعني بقى محمد بندر و500 لفارس. يلا اعطونا سؤال عليان. رياضة. في الرياضة طبعا، ما في الا قسم رياضة عندنا، هو آخر قسم. يلا السؤال لعليان. السؤال يقول، يلا شباب بس آخر سؤال نسمع بس. كلام عبد الله. السؤال على أي لاعب أطلق لقب إمبراطور الملاعب؟ شباب تكفون الصوت يا شباب. على أي لاعب أطلق لقب إمبراطور الملاعب؟ البرازيلي بيليه، الألماني بيكن باور، الفرنسي ميشيل بلاتيني. الفرنسي ميشيل بلاتيني. البرازيلي بيليه، الألماني بيكن باور، الفرنسي ميشيل بلاتيني. ها؟ الألماني. الألماني بيكن باور. أعطونا الألماني بيكن باور، كانت الإجابة صح. أشلون؟ يلا أعطونا. الحين. إيه لما هذا الحين. حطنا الأقفال. قبل كيف؟ أبى أقول لكم مفاجأة بعد شوي. عبد الله 29. 29. ها؟ 29. 29. إضافة 1600 تستاهل. بالإضافة إلى 400 جاك 2000 يعني. يلا عطونا سؤال الحظ، هو آخر سؤال، ترفع يدك في حال تعرف الإجابة. لا أسمع صوتك أنت. السؤال يقول، في سؤال الحظ الأخير شباب بدون صوت. يلا يلا السؤال حلو، السؤال حلو، معلومة أنا توي أعرف عنها. كم تبقى القطط الصغيرة عمياء؟ أسبوع، 9 أيام، 10 أيام. عليان أسبوع. أسبوع. أقسموا على 800 الإجابة خطأ، كانت 10 أيام.
لاعب فطيرة لا لا تفكر ترى ما انت مرتاح لا لا تفكر ترى ما انت مرتاح مكاسب كثيرة لبنة السلع على سوق الأرباح لبنة السلع على سوق الأرباح مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا بعد الانقطاع هذا المفاجئ وبسبب انقطاع التيار الكهربائي في المسرح فاضطرينا ان ننتقل وياكم في الهنجر ولكن احنا بعد ما انتهينا من يعني الفقره كامله وكانت اجابه عليان بن متعب ظهرت لكم هي اخر يعني سؤال الحظ وجاوب خطأ وخصم عليه 800 نقطة بس خلونا وياكم سام كانت البدايات من هذا المسرح كتب الله إلا أن يكون الختام من هذا المسرح السلام صحيح فعلا انطلقنا في فقرة البورصة من هذا المسرح ما شاء الله عليك ذاكرتك قوية ما شاء الله أبو مسفر وها وإياكم نختم فقرة البورصة طيب هذه الإنجازات ستخلد من يعني ضمن الذكريات لنسخة نجوم البزنس 3 أخوان شمة بلا شك شفتوا هذه الصور والأشياء مجرد ما تغادرون من هذا المكان كل واحد يوصل لبيته وينام ويصحى أول شعور إذا صحيت من النوم عرفت ستلتفت يمينا ويسارا تتابع الكاميرات تقول الكاميرا وينها بتطلع تبي تروح تتقهوى عند أمك ولا أبوك عرفت بتقول وين المايك أنا متأكد تماما حتى لو قلت كلمة عند أمك خطأ ولا أهلك من الكلام بتقول فاصل فاصل
صدقني بتتذكرون كل هالتفاصيل يمكن أول أسبوع من هذا البرنامج، وستشتاقون إلى هذا المكان. منكم من سيواصل المسير، ومنكم من يعني بيروح في طريقه، ومنكم من سيكون مقدم معنا. كيف؟ بالضبط. طيب خلونا بس الحين نعلن عن النقاط اللي كانت موجودة. افتحوا لنا الشاشة. كان في واحد نقاط اللي قبلك للي بعدك، ما أدري البرمجة شغال ولا أقولها بس شغال. حلو. نقاط اللي قبلك للي بعدك، اثنين نقاط الثاني بالمسابقة لك، ثلاثة احرم واحد من المسابقة الجاية، ما كان عندنا مسابقة جاية الأسبوع الجاي. أربعة كان في إضافة 4000، خمسة خصم 1000، ستة إضافة 2000، سبعة خذ من 7500 وعطها شخصين، ثمانية إضافة 2000، تسعة إضافة 1000، عشرة خصم على أول واحد 3000. منو كان أول واحد؟ ابن فرزان. 11 خصم 2000، 12 افتح 3 اقفال، 13 دبل نقاطك 6 مرات، 14 خذ 1000 من الإدارة وعطى واحد، 15 خصم عليك 500، 16 إضافة 3000، هذا ما فتح أتوقع، 17 اسمح لشخص بالخروج 3 ساعات وخذها مهذل، 18 إضافة 5000 اللي اليوم أيضا هذا الصندوق ما فتح أو القفل، 19 خصم 3000، 20 افتح قفلين 3000 طبعا اللي انخصمت تقريبا على فارس، 21 عط 5000 من الإدارة، 22 خصم 5 من 2000، 23 إضافة 1000، و 24 خذ من متسابق 1500 لك، 25 كانت فيها إضافة 3000 لك، 26 كان فيها إضافة 2000، 27 احرم واحد 12 ساعة، 28 أضف لواحد 1000 من رصيدك، أما 29 كانت إضافة 1600 وهو القفل الأخير لعليان، أما 30 كان فيها خصم 1000. علما بأني هذه الأقفال من الأسبوع الماضي لم تتغير، إنما تغيرت ترتيبها فقط، ولا مثل ما هي ما غيرتها نهائيا. كذا انتهينا من الأقفال، معنا سحب 300 نقطة. تبونها لواحد ولا لثلاثة؟ يا الله أبد تم. تبونها من ستة؟ يلا يلا توفوا عبد الله. يلا يلا سجلوا معي من 50 لـ6 أشخاص. يلا حالفين يتعبوني. يلا سلطان قل لي وقف. يلا وقفنا. الـ50 الأولى راحت إلى وازع الهشال. يلا يا وازع قل لي وقف. وقف. يلا وقفنا راحت من إيمي حساب آخر إلى وازع الهشال. يعطيك العافية يا إيمي. الأولى كانت من تقريبا غدا الشهراني أو غدي الشهراني كذا. يلا يا عبد المسفري قل لي وقف. أحبك. وقفنا من ريم راحت لعبد العزيز المسفري. 50. يلا نروح إلى مناحي قل لي وقف. يلا وقفنا من إيمي ولكن مكرر لوازع الهشال. يلا لا ما نعطيها إياه. يلا كم حسبنا؟ يلا مرة ثانية مناحي. وقفنا داعمة سفير الأخلاق علي راحت لعلي الشمراني. الحين كم؟ 200. باقي 2. يلا يا محمد بندر قل لي وقف. يلا من إيلول أو آيلول راحت لمحمد شبيب المسردي. يلا فارس عندك اللي بعد التحديث قل لي وقف. وقفنا راحت إلى من الأميرة راحت لمناحي الأسلمي. كذا انتهينا من 300 نقطة ذهبت لكم، انتهينا من فقرة البورصة. شكرا لكم جميعا. في ختام الفقرة وعلى مستوى الفقرة سأتحدث بتفاصيل هذه الفقرة من يعني من انطلقت إلى اليوم، قدمنا فيها 13 حلقة. أتكلم على يعني حقيقة من يعد هذه الأسئلة لفريق الإعداد. الشكر موصول لكافة فريق الإنتاج، الفريق الفني، فريق الإعداد، الجمهور، فريق السوشيال ميديا اللي حقيقة جالس
يعني يتعب يعني خلف هذه النجاحات في فقرة البورصة من تقطيع الأسئلة، المحاولات، تجهيزات الجمهور بشكل عام. إذا أصبنا في هذه الفقرة فهذا من الله، إن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، ربما يعني راحت نقاط على أشخاص. وكأنني أتذكر يعني حينما راحت الثمامية على مهذل في السؤال الأول في الحلقة الأولى لأنس، فيعني سامحونا إذا أخطينا في هذه الفقرة. يا حبيبي وصل سام، أقول مسامح وبالعكس أغلى شيء راح مني إذا الثمامية عشان عند أنس. يا حبيبي أيضا كلنا يعني مشتاقون لنيل هذا الخبر بشكل عام في بداية هذا البرنامج، وحتى أن وصلنا إلى اليوم 89 لم يتبقى إلا أيام معدودة وبسيطة. أنا متأكد أن ما يعني أن الأيام التي ذهبت 89 يوم كلها خير وبركة، ولكن أملنا في الله كبير، ثم أملكم جمهورنا العظيم والكبير ومن يتابعنا من أمام شاشة قناة الواقع الفضائية أن نفرح جميعا إن شاء الله قريبا بنسب قادمة يعني تصل إلى وقف اليتيم الأول التابع لجمعية البر الخيرية بوادي عمود هناك في جازان. هذا الوقف ينتظر دعمكم وجودكم وعطائكم بما تجود به أنفسكم. إنما اليوم 300 ريال تنفقها في سبيل الله ستجد يعني أجرها في الآخرة، وستجد يعني أجرها في الدنيا، وستكون سعيدا ومرافقا للرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يعني اليوم 300 ريال اليوم ندفعها في كوفي في مطعم، فما أجمل أن ننفقها في سبيل الله وبخطوات سهلة وبسيطة وآمنة عبر تطبيق الراجحي أو البنوك الأخرى تظهر بين حين وآخر على شاشة قناة الواقع الفضائية. الفواصل الدعائية وأرقام الحسابات وأرقام التواصل لهذه الجمعية، جمعية البر الخيرية بوادي عمود، يقفون عليها يعني ناس يحتسبون فيها الأجر، يبتغون من الله الأجر واكتمال هذا الوقف. وصلنا إلى هذا الوقف ووقفنا عليه ووقفوا عليه المتسابقين وشهدوا أيضا المتسابقين، شهدتموا عن قرب من خلال البث المباشر اللي بثناه في جازان من خلال هذه الرحلة أو الرحلة الأولى اللي كانت مع سلطان الدويحس وراكان إسهالي، والرحلة الثانية علي الشمراني ونواف بن فرزان وعلي الشمراني. الحقيقة رأينا يعني العمل على قدم وساق، ينتظرون دعمكم وجودكم لإن شاء الله بذل العطاء في هذا الوقف واكتماله بإذن الله عز وجل. كلنا سعداء أن ينتهي هذا البرنامج، ونحن دائما نشتاق إليكم. ربما ستكون يعني اللي إن شاء الله لقاء خاص بالشباب على الهواء مباشرة في وجبة عشاء خاصة مثل ما ذكرت في أولى الحلقات. الحقيقة المفترض أن يكون هناك عرض مرئي خاص بفقرة البورصة فأجلنا إلى هذه الحلقة. دائما نقول إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، فاللقيا قريبا بإذن الله عز وجل. إن كان لي ظهور في أحد الفقرات أو للظروف أحكام نلتقي بكم قريبا إن شاء الله في مراجل البرنامج القادم، والذي صرح عنا رئيس مجلس الإدارة الشيخ إبراهيم بن صالح الحسين حينما صرح عن برنامج مراجل، والذي سينطلق قريبا تسجيله للمتسابقين الجدد، والذي سينطلق قريبا إن شاء الله ويمتد لأكثر من 100 يوم هذا البرنامج الذي سيبث على قناة الواقع الفضائية. صورة ختامية، صورة أبو شيلة، يلا شيلة أبو صورة، يلا شيلة أبو شيلة، دون أي شيلة، يلا عطونا شيلة أبو شيلة حماسية، شيلة حلوة بعدين صورة يلا اختاروا الشيلة، اختاروا الشيلة. طيب واحد نجم يصطغى للكون الوسيق، راح نطلع من غمامه وندخل بصحوه، كل بونا في مسابق على الخط سريع، بيننا وبين النهاية مسافة ونهواه، سابق على الخط
التصريح بيننا وبين النهاية مسافة والهوى انت زود بالثقافة وفي حسن الصنيع كل حسن بين شاهي وفين جالك هوى من يحط الله قدمه ويسعى ما يضيع ويتوفق في كلامه وفي كل سحوى والسلاح الصبر والحلم والخلق الرفيع لو يطول الوقت خذناها مسرح الحوى الليالي كان ما طاعتك لازم تطيع ماشي فيك وبدونك بجد وبالهوى نقف بوجه الليالي كما سد المنع كلنا واحد لحضر البلد والابدوى صفنا ما يدخل المنافق والوضيع والقلوب انضاف لو كل قلب والحوى كل واحد نجم يسطع على الكون الوسع راح نطلع من غمامة وندخل في صحوة ابتدى قبل سرى برقايا المعلم قبل ما هيصف ويحط في الارض ثحوة في كيان الواقع الله جمعنا جمع كل رجل مشته العز والفوز شهوة كل بنا في مسابق على الخط السريع بيننا وبين النهاية مسافة والهوى انت زود بالثقافة وفي حسن الصنيع كل حسن بين شاهي وفين جالك هوى من يحط الله قدمه ويسعى ما يضيع ويتوفق في كلامه وفي كل سحوة والسلاح الصبر والحلم والخلق الرفيع لو يطول الوقت خذناها مسرح الضحوة الليالي كان ما طاعتك لازم تطيع ماشي فيك وبدونك بجد وبالهوى نقف بوجه الليالي كما سد المنع كلنا واحد لحضر البلد والابدوى صفنا ما يدخل المنافق والوضيع والقلوب انضاف لو كل قلب والحوى كل واحد نجم يسطع على الكون الوسع راح نطلع من غمامة وندخل في صحوة يطلع لي تبغى لي حاجة يروح بصور مع كل واحد صورة هذا صح؟ لا 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 مش هذا تحتك هذا؟ يلا باخذ مع كل واحد صورة شباب تعال 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 هنا هنا صورة يلا عاد اسمحوا لي شوي هذا صح؟ يلا فلتر لا تعال تعال لا انت عندي ضغط صح